سهم شركة AIG وصل 79.9. أنا هرد. ألو؟ أيوة، حاضر. AIG 1.8. حاضر. أيوة أيوة. طب لحظة واحدة خليكي معايا. أكاش، أكاش، هو أنت اتصلت بالبنك ووافقوا على القرض؟ آه، إحنا هنشتري شركة إلين. إيه؟ إزاي؟ كل الحكاية قرض صغير حوالي 1.5 مليون. اسمعوا، إلين دي شركة ميتة، هنستثمر أموال العملاء ونرفع السهم، ولما السهم بتاعها يعلى هيزيد الربح وهنكسب. لا لا لا، دي مش شغلتنا، بلاش نلعب في سكة مش مضمونة كده. ممكن اديني حاجة، أنا جعان. أنا ماليش علاقة بانهيار البورصة، ما تعليش صوتك عليا لو سمحت، ما كانش ده رأيك لما كسبتك 100%. وقد انهارت البورصة اليوم وانخفضت أسعار اسمع. الأسهم. أنا مش محتاج لك عشان أعمل شغل. صندوق الاحتياطي البترولي الأمريكي، والتي أشارت إلى تراجع نسبة النمو في الربع الثاني من العام. أكاش، وقد صرح وزير الخزانة الأمريكية بأن الحكومة تدرس. البورصة انهارت يا أكاش، الموضوع انتهى، انتهينا خلاص. البنك اتصل، احنا هنرد القرض عادي، مش هنخسر حاجة. انت ليه عملت كده؟ ليه ايه؟ انتوا مش كنتوا عارفين اني هاخد قرض؟ كذاب، احنا وافقنا على قرض 1 مليون دولار بس. وانت اخدت 12 مليون دولار. ايه؟ 12 مليون؟ اه، لو كانت الشركة كسبت ما كنتش هكسب لوحدي، كلنا شركة وبنفس النسبة. يعني كنتوا هتوافقوا لو قلتلكوا ان القرض 12 مليون؟ ها؟ كلكوا أغبياء، نظرتكوا لبكرة محدودة. أنا خايف على الشركة، وما كنتش أعرف ان البورصة هتنهار. انت ضحكت علينا، دايما كنت مستعجل على النجاح، كنت عايز تكون الأول في كل حاجة. احنا ما كناش مستعجلين، كنا راضيين نطلع واحدة واحدة. انتوا مفيش فايدة فيكوا، خلاص اقفلوا الشركة دي وبيعوا المكتب. أكاش اهدى، انا حاولت ارفعكم بس كلكم فاشلين. أكاش بس يا راجل، اجري وروني بقى هتشتغلوا من غير ازاي. رايح فين؟ هنجيب فلوس منين؟ اتكلم، هنرد القرض ازاي؟ وارف ايدك، وارف كفاية كده، كفاية، ضيعتنا بتهورك. قولي كفاية، هنرد القرض ازاي؟ اوعى. اهدى اهدى، انت فاكرنا هنضيع من غيرك؟ امك وابوك قدروا يعيشوا من غيرك، ما كنتش ابن بار ولا صديق مخلص. قولي كسبت ايه؟ ها؟ الفلوس؟ حتى الفلوس راحت. معلش اهدى، احنا فاشلين مش كده؟ والنهارده بقيت انت فاشل.
انتحر اليوم شاب قفز من أعلى الكوبري بسبب خسارته في مجال ولم البورصة يستطع تحمل الموقف وقرر أن ينتحر بسبب انهيار البورصة. أنا ماليش علاقة بانهيار البورصة. البورصة انهارت يا أكاش. وروني بقى هتشتغلوا من غير إزاي. البورصة انهارت يا أكاش. أحب أزوقك؟ استني، هتفضل واقف كتير؟ لو عايز تنتحر ارمي نفسك بسرعة. يلا لا 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 ما تبصريش، يلا نط نط. اسمع، لما تحب تعمل حاجة ما تفكرش كتير، نفذ وخلاص. انتحرت كتير قبل كده؟ أيوة حاجة زي كده. لما بشرب برغي. شكلي سكرت، شايفك كتير 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 كتير. أقول لك حاجة، أنا أصلا شخصية هادية، هادية جدا بجد. حاسة إن الدنيا بتلف. أنا أسفة أنا أسفة، هسكت. شش شش، أهو هخرس. يلا نط. عارف ما كنتش بحب أخد الدواء وأنا صغيرة، فماما كانت بتقولي اقفلي عينيكي وخديه. يا ماما قالت فكرة تانية، عدي لتلاتة، واحد اتنين تلاتة واشربي بسرعة بس. ما تجرب تعمل كده. اوكي طيب انا هجرب. اوف. واحد اثنين ثلاثة. انزلوا من على الكوبري حالا، هضرب بالنار. ده البوليس. في اثنين واقفين على سور الكوبري. انتم واقفين هنا ليه دلوقتي؟ مش عايز اشوفكم على الكوبري، مش عايز قلق بالليل، فاهمين؟ تسمحيلي اعزمك على حاجه؟ انا عملت زيك امبارح، هو نفس رقم اوضتنا اللي فاتت. سمعت ان حصل لك حادثه؟
أنا جيت لوحدي، محدش فيهم عاوز يشوفك. وجيت ليه؟ وصلنا الحل. علشان نرد القرض هنسيل أصول الشركة، ولقينا مشتري للمكتب كمان، والباقي هندفعه من أملاكنا. لازم نروح البنك يوم 30، وانت الضامن لازم تحضر. البنك حجز على بيتك وبلغنا، وبرغم كل حاجة تقدر تبات عند حد منا. أكاش، أنا بترجاك تيجي يوم 30، أنت الضامن للقرض، لازم تكون موجود. أعمل حاجة علشان غيرك ولو مرة، أرجوك. أكاش، أعمل حاجة عشاننا، عشان أصحابك اللي وثقوا فيك. بتعملي ايه هنا؟ ايه؟ هو انت ماشي ورايا كده ليه؟ يا شيخة نيلي، همشي وراك ليه يعني؟ انت حصلك ايه؟ بعد ما مشي الضابط حاولت انط تاني من فوق الكوبري، لكن وقعت. وقعتي في المية؟ ما وقعتش في المية، وقعت على الارض، كنت سكرانة. اوف، كنت عايزة تموتي؟ لا، كنت عايزة اخد غطس. وانت ايه اللي حصل لك؟ ابدا، حاولت انتحر قدام العربية وفشلت تاني؟ بقول لك، انت هتجرب تنتحر تاني؟ وانتي؟ هو انت مودينا؟ هيفهموا اننا هربانين من المستشفى غبية. اهدي، لازم تفهمي اني لا معجب بيكي ولا تهميني، فهمتي؟ انا عايز انتحر. المفروض افرح انك مش معجب بيا؟ ده مش معناه ان انا مثلا عايزك تعجب بيا. انا مش محتاجة انك تعجب بيا اصلا، فاهم قصدي ايه؟ يلا نمشي من هنا. استنى، هدوم المستشفى تضحك من ورا. مش مهم. انا كيارا. اكاش، انت خطتك ايه؟ بلا خطة، سيبيني في حالي. بقولك، انت ليه غلس كده؟ بس برضو انا هسألك سؤال، احنا ممكن ننتحر سوا؟ هي عزومة على الغدا، هنروح سوا. انا بطلب كده لاني
عايزة أتأكد إنه هيحصل. أنا دايماً بعتمد على الناس ودايماً بحتاج إن حد يشجعني. أرجوك. حاضر، بس ممكن أفهم ليه هتنتحري؟ تيجي نروح بيتي؟ ايه؟ هعزمك على فنجان قهوة. خلاص مش مهم، ممكن نروح بيتك. انا ما عنديش بيت. استنى استنى لحظة. ايه؟ من هنا؟ اصل انا معيش المفتاح. طب اطلع. لا ناصح، انا عارفه انت ليه عايز تطلع ورايا، اطلع انت الاول. يلا يلا اطلع. طيب. اوكي انا هدخل. ممكن تزقني شويه؟ ما كنت طلعت وراكي. النور منور والموسيقى شغالة. حاجة غريبة، أنا بكره الأغنية دي. ثانية واحدة، هو أنت بتعمل إيه؟ بوسع عشان أقعد. ما تاخدش راحتك قوي، مش جايين هنا عشان نرتاح ونقعد. طب يلا خلصي. يلا. ايوه فكره فكره. اوه في هنا حبل طويل، ممكن نخنق نفسنا. مش هيستحمل لا وزنك ولا وزني. انت مثبت كده هنعمل ايه بالبلاستيك؟ في اوكي. هنتخنق. ايه؟ نخنق نفسنا. اوه عملي جدا، خديه ولفيه حوالين وشي وانا كمان هلفه على وشك، وبعد دقايق الاكسجين مش هيوصل للمخ وهنتخنق. يلا هات. وشك طويل قوي. تمام كده؟ خلاص؟ اوكي دوري انا. يلا لف. انا دخت. يلا لف. يلا يلا. ايه في ايه؟ انت عايز تموت وتسيبني لوحدي؟ كده غش، انت عارف انك لو مت مش هتعرف تساعدني. انا مش هسمح لك تموت. ما تموتش انت وانا ما اعرفش انتحر. انا غبي جدا، انا غمضت عينيا مش هشوفك. كان المفروض تنبهني، لو كنت مت كان زماني في السجن. دي كانت فكره فاشله. هنعمل ايه؟ عندي فكره. ايه؟ هعد ثلاثه. ورقة بسرعة. ورقة اهو اهو اهو، اجيب ورقة تاني. ورقة كمان ورقة كمان ورقة كمان. الغاز مفتوح، كل الغاز مفتوح. كيارا. ايه؟ دفعتي اخر فاتورة امتى؟ فاتورة ايه؟ فاتورة الغاز بتاعتك. الغاز مقطوع بقاله شهرين.
وكنت عارف منين؟ أنا ما بطبخش أصلاً. كل الكلام اللي بتقوليه ده ما يهمنيش في حاجة. أنا مش جاية أتسلى. لو عايزة حد يسليكي تقدري تدوري على أي حد غيري. لو الموضوع مش مهم بالنسبة لك فأنا بقى بجد عايزة أموت. بصي أنا آسف. بيتهيألي أنا فهمت اللي بيحصل. امبارح اتقابلنا على الكوبري وفجأة قلنا غفر السواحل، كل واحد يحاول لوحده ويفشل، وبعدين بالصدفة البحتة نتقابل في المستشفى وناخد قرار تاني إننا نحاول ننتحر مع بعض، وحاولنا ننتحر مرتين في البيت وفشلنا، حاولنا كتير قوي وكل مرة بنفشل. ليه؟ هو أنت مؤمن بالقدر؟ إيه الأسئلة دي؟ شكلي كده مش عايزة تموتي. أنا حاولت زي ما أنت حاولت بالظبط يا أكاش. يمكن لسه في حاجة لازم نعملها الأول قبل ما نموت. أنا بترجاك تيجي يوم 30 عشان أصحابك اللي وثقوا فيك. طب اشرح لي أو حاول تفسر لي، هو احنا ليه لسه عايشين؟ انت تضمن للقرض لازم تكون موجود. اعمل حاجة علشان غيرك ولو مرة. ده هبل، كل ده كلام فاضي وانا ما بصدقش فيه. يمكن عندك حق، تعال نجرب تاني، نجرب فكرتك يمكن المرة دي تنجح. صدقني يا أكاش، في إشارات كتير، أكيد في سبب، حاجة هي اللي بتمنعنا. لازم ندي نفسنا فرصة، يومين أو أربعة. إحنا كام في الشهر؟ سبعة أو تمانية نوفمبر. 11 ديسمبر. آه صح، 11 ديسمبر. 31 ديسمبر. ده بعد 11 12 13 20 يوم. 11 12 20 يوم. ايوه بعد 20 يوم. في راس السنة. في رأس السنة الساعة 12 هننط من فوق الكوبري. اتفقنا؟ هنعمل ايه في الوقت ده؟ اللي لازم نعمله، كل واحد بيبقى عنده شوية حاجات نفسه يعملها قبل ما يموت ملحقش يعملها، اي حاجة، مجنونة، جريئة، مطرقعة، كل اللي احنا نفسنا فيه هنعمله دلوقتي. لا ده كلام فاضي، مش هعمل كده.
دايما كنت مستعجل على النجاح، كنت عايز تكون الاول في كل حاجه. اقفلوا الشركه دي وبيعوا المكتب، انا حاولت ارفعكم بس كلكم فاشلين. هنجيب فلوس منين؟ اتكلم، هنرد القرض ازاي؟ اتكلم قولي، ضيعتنا بتهورك. ده كلام فارغ، ما ينفعش تيجي وقت ما تحبي، وعموما انت مطروده. خد في دال تو نظر حالاتوں سے ہار کر کہاں چلا رہے ہاتھ کی لکیر کو موڑتا مروڑتا ہے حاصل رہے تو خود تیرے خوابوں کے رنگ میں تو اپنے جہاں کو بھی رنگ دے کہ چلتا ہوں میں تیرے سنگ میں ہو شام بھی تو کیا جب ہوگا اندھیرا تب پائے گا در میرا اس در پہ پھر ہوگی تیری صبح تو نہ جانے آس پاس ہے خدا وليه انا اقول الاول؟ بعد ما عرفتك بيتهيألي هيكون عندك كده أمنية معقدة وغريبة، او يمكن ما عندكش اماني. عندي، عندي طبعا. بجد؟ طب قولها. انا مش مستعجلة، خد وقتك. اوكي. Make my wish tonight, tonight. قولي بجد، مفيش حاجة عايز تعملها؟ حاجة كان نفسك قوي تعملها قبل ما تموت وأجلتها أو معرفتش تعملها؟ أكيد عندك أي حاجة. كان في حاجة أخيراً.
ايه؟ كان نفسي. انتي عندك بيرة؟ هي دي امنيتك؟ لا انا محتاج اشرب بس عشان اعرف افك واقولك. حاضر. شكلها هتطلع امنية جامدة. خد. فانا كان نفسي بقى اقضي يوم كده مع بنت يعني، فاهمه انتي؟ كيارا. ايه انتي نمتي؟ انا مش نايمه خالص، انا بسمعك كويس من اول كلمه لاخر كلمه، ممكن اعيد لك كل اللي قلته تاني صدقني. انا فيرجن. قلت ايه؟ ما عملتش علاقة؟ ولا مرة. أصلي ما كانش عندي وقت. فهمت. أنا ركزت في الدراسة وبعدين في شغلي، أنا جاتلي فرص كتير بس قلت أستنى البنت المناسبة. إيه؟ تعبيطة؟ أنت بتتكلم زي البنت المراهقة الصغيرة بالظبط. أنت عارف حتى البنت المراهقة عمرها ما هتتكلم كده. أنا لو عندي بنت بجحة كده وبتتكلم في المواضيع دي هقطم رقبتها. أنا متأكدة، لكن عشان يبقى عندك بنت مراهقة لازم تبقى أب وتكون عملت علاقة. أيوة عارف. أوكي، بس أنت بجد محظوظ لأن خلاص هيحصل. سيداتي آنساتي، النهاردة هيحصل أهم حدث، أمنيتك هتتحقق. أكاش بلاش بلاش أكاش. بتتكلمي جد؟ أيوة، مش زي القمر؟ زي القمر؟ شش، ممكن تتضايق، دي حساسة جدا. شش. ودي تتضايق من إيه؟ منك. إزيك يا حبيبتي، وحشتك. أصل أنت وحشتيني قوي. وحشتيني يا عربيتي يا جميلة يا قطقوطة انتي. هو الحمام ده بيتحرك ولا هنفضل قاعدين فيه وبس؟ أنا عارفة ساعات بتبقى مزعجة، لكن استحملها النهاردة. استعد للي هيحصل. يلا. وانت جايباني هنا ليه؟ جايين نحقق أمنيتك الأخيرة. معلش كنت مشغولة شوية، كان عندي بقى. ايه هو ليه البنات بيسلموا على بعض كده؟ هو ده عادي ولا مرض نفسي؟ بس مين ده؟ ده أكاش. أكاش اللي ما عملش اي علاقة. خلاص. ايه رأيك فيه يا سام؟ ويا ترى فضحتيني فين تاني بقى؟ لا طبعا كيارا. سام كيارا. أهلا. أكاش. فرصة سعيدة قوي. فرصة سعيدة. مكالمة مهمة ولازم ارد. اوكي رد. ايه رأيك فيه؟ امور قوي، عجبني جدا بجد. انا عارفه ده يجنن. يا ترى بقى حد قالك انه متجوز؟ ايه معقول؟ انا متاكد وبيكلم مراته دلوقتي. انا بقرا حركه الشفايف، لو اشتغلتوا في البورصه كنتوا عرفتوها. انا بشتغل على صفقه ومعايا 2 عملاء صينيين. المفروض انه هياخدني يعشيني بره بعد ما نخلص السهره. للاسف مفيش عشاء النهارده عشان هيروح. حبيبتي انا لازم امشي عشان عندي مشكله في الشغل. اوكي شاطر. طب مع السلامة. باي باي. باي. فرصة سعيدة.
ما تخليك شويه. انا لازم امشي. اقعد اشرب. لازم امشي. اجيب لك حاجه ساقعه. مضطر. طب ساندوتش. شغلي. باي باي. في داهيه المكان مليان رجاله احلى، هلف لفه واكيد هلاقي الاحلى منه. ما تقلقوش عليا خالص. استني هنا. عايزاك تنبسطي. وانت عجبتني جدا. باي باي. يلا نشرب حاجه بعد اذنكم. اعدي اعدي كاسين كبار من فضلك. بسرعه. عايزك تعتبر ده ملعبك يا صاحبي. عندك فرص كتيره. اوكي نيويورك رسميا ارض ستات الحلوين، بس حاول تفك شويه. فك كده. اقولك حاجه، اشرب ده. يلا بسرعه اشرب اشرب اشرب. يلا كله كيارا. هو ده المطلوب، تفك. اسند ايدك، ايد واحده كده اهو كده. يلا بص على الكل، بص حواليك. البصه بتاعتك دي ممكن تخوف البنات. شوف بص كده، اتعلم البصه تبقى ازاي. ايوه افرد وشك وحاول تبقى لطيف شويه. ايوه هو ده. اوكي دلوقتي الخطوه الثانيه، عايزك تتخيل ان جنبك بنت جميله قوي وزي القمر، زي كده بالظبط. اعتبرني البنت دي. يلا عكسني. طيب اجيب لك حاجه تشربيها؟ ليه؟ هو انت الجرسون؟ لا شكرا. اعزمك على حاجه احسن بكتير. انت ليه متخيل اني هخليك تعزمني؟ اصلا انا شايفك واقفه لوحدك. دي اوحش كلمه ممكن يقولها راجل في الدنيا. انا شايفك واقفه لوحدك. انا هعزم نفسي على حاجه. خلاص اعزميني. بخيل. اعمل لك كاس. جميل يعجبني ده. هاي انا اكاش. كيارا. اسم جميل زي صاحبته. ايوه وعجباني. جميل يلا كمل. العدو قرب، أسروا كل رجالتنا. ما عادش عندنا وقت، ما حدش هيقدر يعمل حاجة غيري أنا. دي مسألة مبدأ. وهتعمل إيه؟ هتتصرف إزاي؟ أكيد هيوصلوا لك. أنا مش قادر أفكر. اسمعي، أنا هستنى في مكاني عشان شعبي للنهاية. لا ما تقوليش أي حاجة. هتمشي وتسيبني؟ ها؟ طب وأحلامنا ووعدك ليا؟ قولي. دي آخر ليلة لينا مع بعض، ما تنسينيش. انت هايل. حتة هندي كده. اسمع. عجبني تمثيلك، بس ما عجبنيش المشهد الأخير. ليه؟ لأني ما بحبش الحرب. Johnny.
مبروك كده، انت حققت اول امنيه ليك. في صحتك. ما عملتش حاجه. ايه ليه؟ انت مش كويس. انت غبيه. ما تقولش غبيه، انا حاولت اساعدك لكن انا ما عرفتش، قصدي ما قدرتش. اوه ليه ما قلتليش؟ كنت وديتك لدكتور، انا عارفه ان الموضوع ده منتشر، ما فيهاش مشكلة. ده اسمعي، انا ما اقدرش اعمل كده، انا انسان مش حيوان، ما قدرتش اعمل كده بفلوس، افهميني. فاكرة اني ما قابلتش واحدة قبل كده او ما جاتليش فرصة؟ بصراحة انا ما ارتحتش، حبيت استنى لحد ما احس بالحب. انا عارف ان كلامي غريب لكن دي الحقيقة. هو انت عايز تقولي ان انت ما حبيتش قبل كده؟ يعني بجد هي دي أمنيتك؟ لا مش ممكن، دي أمنية صعبة جدا. الحب حاجة مش سهلة خالص. هقولك فزورة ولو شاطر تحلها. إيه الأمنية اللي صعبة قوي إنك تحققها من غير أي تعب، ولو ما حققتهاش وعشتها ممكن تحس إن حياتك عدت من غير أي فايدة، ودي تبقى مشكلة بجد. لو جدع حل. وكانت ريحتها وحشة. أعمل لك إيه يعني؟ قدامك 19 يوم بس عشان تحب. استني، العربية الناحية دي. هو أنت بتهرج؟ لما بشرب ما بسوقش. أوكي أنا هسوق. بلاش؟ مش هيحصل، محدش بيسوقها غيري. يلا بينا هنمشي. كنت عايز أسألك
اسفه اتفضل. لا قولي انت الاول. بصراحه احنا قررنا اننا نقضي العشرين يوم اللي جايين سوا، ولغايه دلوقتي معرفتش ليه كنت عايز تنتحر. يلا قولي. البورصه انهارت. ايوه خسرت كل حاجة. طب وعيلتك؟ بابا وماما اتطلقوا وانا صغير وقعدوا يتخانقوا، جدي انقذني وخدني عنده، هو اللي صرف على تعليمي وجابني هنا، بس فجأة تعب قوي وبعد ما مات في 2001 بقيت لوحدي. طب اهلك فين دلوقتي؟ انا معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ولا بتكلمهم في التليفون؟ ولا هم بيكلموني. ايه اللي بتقوله ده يا اكاش؟ ما دورتش عليهم؟ مش ممكن. هتقولي مش فارقة وما كانش عندك وقت تكلمهم. غلط. حد يعمل كده مع اهله؟ مش معقول. وانتي كلمتي مامتك قلت لها انا هنتحر؟ الاهلي قال. وانتي ايه؟ مش هتقوليلي؟ وصلنا. رايحة فين؟ يلا ما تخافش تعال. أنا عشت في سان فرانسيسكو، كانت أيام جميلة قوي. صاحبي كونال وعيلتي كانوا يعرفوا بعض كويس ومن فترة طويلة جدا، أصلنا كنا جيران في الهند. وكالعادة كونال نسي يوم عيد ميلادي، كنت اتعودت على كده، لكن مش عارفة ليه المرة دي بالذات اتضايقت أكتر. أيوة يا بابا. إيه كونال ما اتصلش بيكي؟ تصبح على خير. وانت من اهله؟ على فكره انا حاولت اكلمك كتير جدا، كنت مشغله الانسر ماشين، ليه ما كنتش بتردي؟ انا عارف انك زعلانه مني، بس انا كلمتك وانت اللي ما ردتيش على التليفون، وانت دايما كنت بتقولي كفايه ان افتكر عيد ميلادك. فكيها بقى، ما تزعليش قوي كده. كيارا النهارده عيد ميلادك، المفروض انك تتبسطي، حاولي تبتسمي. عيد ميلادي تنساه ومفروض ابتسم في وشك؟ خلاص خلاص ما تضيعيش وقت، يلا بينا عايزه اوريكي حاجه حلوه. يلا ترى. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه. ها ايه رايك؟ بذمتك مش يجنن؟ عجبك؟ طبعا يا كونال، اشتريت لنفسك هديه في يوم عيد ميلادي، حقيقي حاجه لطيفه بجد. افكرك جبت ايه السنين اللي فاتت؟ اسمعي كاميرا، أنا جبته الكتريك جيتار، وبلاي ستيشن، ودي دي، وموتوسيكل. كل ده ليا. طيب كل الهدايا دي عشاني انا. متشكره يا كونال على اسمعي. رقتك. جبت كاميرا علشان اصورك بيها، والدي في دي جبتهولك علشان نشوف الافلام سوا، والجيتار عشان اعزفلك عليه الاغاني اللي بتحبيها، والبلاي ستيشن. البلاي ستيشن في الحقيقه ده كان عشاني انا، لكن الموتوسيكل ده علشانك انت. يمكن نهرب عليه في يوم من الأيام. يلا تاتا. ايه اهلا، ازيك يا روحي؟ هاي. بص ده المكان، فاضل اسبوعين بس على الفرح. وفي مشكله كبيره، اوضه الليفينج هي اوضه النوم، واوضه النوم زي المخزن بالظبط. حبيبتي تجيبي لي حاجه اشربها؟ حاضر ثانيه واحده. هي تشرب حاجه؟ شكرا مش عايز. يمكن تحب تشرب عصير او قهوه مثلا؟ ما بشربش في الشغل.
بس ده الكارت بتاعي، لو كلمتني بالليل هشرب اي حاجه. اوكي اوكي ابعدوا عن بعض شويه، ايمانويل هيعمل اللي احنا عايزينه مظبوط. كيارا انت بس تحلمي وانا نفذ، انا هخلي المكان ده مترقع. هايل. باين عليه مجنون. عن اذنك. باي باي. باي ايمانويل. اوكي تعالى اوريك مكان الدي في دي. بص انا عايز احط ده هنا وده. نكمل بعدين. معلش حاسه اني عايزه انام. انت بتعمل ايه الصبح؟ دي حاجه اسمها النظافه، عارفها؟ نظافة. لا ما عرفهاش ومش عايزة اعرفها. عارفة دي اول مرة اصحى فيها الصبح ما لقيش حاجة اعملها فقلت انظف. استنى ايه الكنبة دي؟ كنبة. ايوه دي بتاعتك. بتاعتي؟ ايوه كانت مستخبية تحت الهدوم، شلتهم بقت كنبة. اوه اه حطيتهم في الدولاب ولقيت دول مفاتيحك. قهوة بلبن خالي الدسم. ايه؟ بحبه كامل الدسم. اسمها شكرا. بصي بقى النهاردة تالت يوم. ايه يا هبلة ده دورك عشان تحققي امنياتك. لا بصي بلاش بقى حكاية الامنيات دي عشان طلعت فكرة وحشة. ايه؟ بقت فكرة وحشة لما جه دوري. هو انا عملت حاجة؟ انا مصره اني احقق لك امنيتك بس هتاخد وقت، لكن لسه قدامنا 19 يوم. هبلة. طب قولي ولا هنقضيها سسبنس؟ اوكي امنيتي بسيطه، نفسي نعوم في وسط المحيط الاطلنطي النهارده. تحفه. نعم. ايوه انت عبيطه، درجه الحراره النهارده 2 تحت الصفر. اه انت شايف ان امنيتك كانت جميله ولطيفه وامنيتي انا غبيه؟ ده يبقى اسمه انتحار. يا سلام. موافق. أنا عملت إيه بس في دنيتي؟ في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة. حاجة مش سهلة إن الإنسان ينسى مشاكله ويعيش اليوم كأنه ده آخر يوم في حياته. للأسف مشاكل الحياة بتمنعنا. خد اكتب. ايه؟ اكتب اللي انت قلته. عيش اليوم كأنه آخر يوم. ليه؟ يلا. نفسي حد يلاقيها، حد كره الحياة زينا. يمكن ده يفرق معاه. أكاش انت ما تعرفش انا حطيت شنطة الهدوم فين؟ هتلاقيها عندك. انا مش لاقياها. يا دي النيلة انا آسف انا نسيتها على الرصيف. ايه؟ ليه يا أكاش؟ خلاص نرجع نشوفها. استنى مش هنرجع في اي حتة. مش ممكن نعوم من غير مايوهات؟ تصدقي ممكن؟ ازاي؟
مش ممكن كده اهو. مش ممكن هقلع هدومي لاني مش زيك. قللت الادب. انا قليل الادب؟ طبعا. هو في حد شايفك هنا غيري انا؟ استني، ما اقصدش اني عايز اشوفك كده، انا مش عايز. ايه تقصد؟ ايه قصدي؟ ان انا عايز اشوفك عريانه. قصدي ان انا مش عايز اشوفك عريانه. قصدي ان انا ممكن مش عايز. انت اقلعي هدومك وانا هبص عليكي. قصدي مش هبص. بالله تنزلي تدوسك مقطوره تموتي مخنوقه. اكاش الحقني. كيارا. اكاش كيارا استني، امسكي في دي. امسكي. انا ما بعرفش اعوم. هتموتينا منك لله. الحقني اكاش. الحقني. اللانش راح فين؟ حاول نوصله بس نمسك العوامة يا اكاش. لو ما كنتش نسيت الشنطة ما كانش حصل لنا كده. لو ما كنتيش عملتي نفسك بتغرقي ما كانش حصل لنا اللي حصل. يعني دي غلطتي انا؟ ايوه غلطتك. وانك ما بتعرفش تعوم وانت شحت كده برضو غلطتي. انا مش عارفة عملت ايه وحش في دنيتي عشان اقابلك انت. عايز اعمل بيبي. ايه هتعمل فين؟ لا انسى تعمل هنا بس. يعني ابقى في المية وبعدين اموت مزنوق؟ مش عارفة بس تعمل هنا جنبي ايه القرف ده؟ طب روحي عمي هناك كده بعيد شوية وانا كده وتعالي. فين؟ طب روحي العبي مع القرش. اكاش ايه ده؟ دي سمكة قرش؟ لا يا شيخة قرش ايه؟ دي هدوم واحد عبيط قلع شورته. مش ممكن ده شكله شورت رجالي. ابعد عني. ازاي تعمل كده وانا جنبك؟ هغرق. انت مقرب. الشورت ده بتاعي. ده روح هاته. ازاي يا كيارا؟ قلتلك ما بعرفش عوم. روح يا هاتيه ابرد. مستحيل ما اقدرش المسه. ارجوكي روح هاتي لي الشورت. ما اقدرش اموت من غيره. ارجوكي. شكرا. أنا آسف على اللي حصل. ولا يهمك. أنت شكلك غريب وأنت بتتأسف. شكلك متضايق. مش المفروض زي الأفلام نحضن بعض في المياه الساعة؟ حاولنا ننتحر كتير لكن كل مرة كنا بنفشل. بس النهاردة عايزين نعيش ولو شوية صغيرين. بقولك ايه، ما تكملي لي حكايتك. مفيش حد هنا هيزعجنا.
ازيك؟ انا ريتشل. انا نفسي اشوفك، عدى شهر من اخر مره كنا سوا. مبسوطه قوي اني هقابلك تاني. نسيت اديك رقم اوضتي في الاوتيل. انا في اوضه رقم هو نفس رقم اوضتنا اللي فاتت. هستناك الساعه 6، ما تتاخرش. هاي. هاي. في واحدة صاحبتي نازلة هنا اسمها ريتشل، ممكن أعرف رقم أوضتها؟ أسفة ما أقدرش أقول أي معلومات، لكن أنا ممكن أتصلك بيها. يا ريت. شكرا. أهي هناك. شكرا. هاي. هاي. دوري كام؟ نفس الدور. تصبح على خير. باي. جاهزة خلاص، اتفضلي. شكرا. الو. ايوه يا كيارا، عاملة ايه؟ انت فين؟ انا في المطعم. لا ابدا، مفيش. هكلمك تاني. اوكي. هل أعزمك على حاجة؟ أي. لو سمحت. يمكن نهرب عليه في يوم من الأيام. هاي.
عملت ايه في شعرك؟ نيو لوك. بس انا كنت حبه الاول. عارفة، بس هتتعود عليه كده. ايه اللي حصل؟ انت مش عايز تحكي لي على حاجة؟ لا، اشمعنى؟ هو في حاجة انت مخبيها عني يا كونال؟ كيارا، انت فيكي حاجة، بس انا لازم اروح المطعم حالا، عندي مقابلة مهمة، لما ارجع نتكلم، اتفقنا؟ مقابلة مهمة؟ زي بتاعت الأوتيل؟ مقابلة الأوضة 502؟ مين دي؟ ريتشل، واحدة أعرفها، بصراحة قابلتها من 5 شهور. وجات لك الجرأة تخني؟ لا يا كيارا، لا، أرجوكي سامحيني، دي المرة الأولى والأخيرة. رحت لها امبارح وقلت لها إن علاقتنا انتهت. صدقيني كيارا، أرجوكي لازم تسامحيني، لازم تنسي، هنتجوز بعد 2 أسبوع وأنا هحاول أساعدك. أنا مش عارف أنا غلطت ليه. أرجوكي انسي، وأنا أوعدك مش هعمل كده تاني أبدا. أرجوكي، أرجوكي. أوكي، أنا موافقة سامحك. بجد؟ أيوة هسامحك يا كونال، بس لازم تسامحني أنت كمان، لأني عملت نفس اللي أنت عملته امبارح. عملت علاقة مع راجل. أرجوك سامحني، مش هعمل كده تاني، مش هعملها تاني أبدا، أوعدك. احنا هنتجوز كمان 2 أسبوع وهحاول اساعدك. مش عارفة انا غلطت ليه، بس مش هكرر ده تاني، اوعدك هكون ليك لوحدك يا كونال. بس لازم تسامحني. صدقني أنا بجد حاولت أنساه، حاولت كتير وفشلت، مش قادرة، معرفتش أعيش من غيره، معرفتش. مدي دعبة बस एक वो मिटता नहीं है मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी كيارا. كيارا، كيارا، you
اسمع، لما تحب تعمل حاجة ما تفكرش كتير، نفذ وخلاص. دخلي المريضة اللي جوه غرفة الإنعاش ثانية واحدة وديها مضادات ومحاليل. لو سمحتي صاحبتي اللي جوه عاملة إيه؟ اللي انتحرت عاملة إيه؟ هي كويسة، أنقذنا حياتها عشان تخرج من هنا وتحاول تنتحر مرة تانية. ممكن أسألك سؤال؟ إيه هي مشكلتها؟ اتخنقت مع حد؟ سابت شغلها؟ ولا تكون اتعرضت للخيانة؟ أكيد سبب سخيف من الأسباب دي. معقول كده؟ هي ايه ما بتفكرش؟ شايف الراجل ده؟ ده عيان بالكانسر ويعتبر في المرحلة الأخيرة، عمل 4 عمليات بس نفسه يعيش عشان عيلته الجميلة، لكن للأسف مش هنقدر ننقذه. وأنقذنا صاحبتك اللي رفض الحياة. إيه اللي حصل لشباب الأيام دي؟ ليه مش فاهمين إن الواحد لما يموت ما بيموتش لوحده؟ بعد إذنك. से कोई खुशी नहीं जिसकी तुम वजह नहीं, अब से कोई दिन नहीं जिसकी तुम सुबह नहीं, अब से कोई बात नहीं जो तुमसे ना होगी शुरू, अब से कोई राह नहीं जो तुम संग में ना मुड़ू। अभी के अभी ये हो गया यकीन, ये जिंदगी मेरी हो गई तेरी। अभी के अभी ये हो गया यकीन, ये जिंदगी मेरी हो गई तेरी। خلاص بقت كويسة. तुमसे ही तुमसे हर बात है जब तुम हो साथ। तुमसे ही तुमसे हर बात है जब तुम हो साथ। हर बात है जब तुम।
बात है जब तुम गुस्सा اللي جاب شعرك في ايدي وانت نايمه وانت بتظهر لي زي العفريت كده ليه؟ قصدك ايه بعفريت دي؟ عايز ايه يا اكاش؟ اسمعي النهارده سادس يوم، ده دورك. يلا اتمني امنيه، تنطي الحبل بالباراشوت بس لقيتها، تعومي تاني. يلا يلا نوم تاني. هو انت كويس؟ يلا نعمل حاجه مجنونه وفيها مغامره. يلا الكلام ده جديد. هو انت شارب حاجه؟ شاي بلبن. يلا قولي حاجه. اروح مكان بعيد. فين؟ استني. يلا ايه؟ تعالي بس. في ايه؟ مشيني هنا بالسهم ده، ومطرح ما هيجي السهم احنا هنسافر هناك. يلا كأنها اجازه. بص مش لازم، كنت بهرج يا أكاش. زي أمنية العوم كده، ما عنديش أمنيات. استني استني، اعتبريها أمنيتي أنا. بصراحة أنا ما سافرتش في أجازة، ومعرفش يعني إيه أجازة وبيعملوا فيها إيه. خالص؟ خالص. بجد؟ بجد، ما كانش موضوع بيشغلني. ممكن أعيش من غير أجازة؟ حلوة الأجازة دي. لحظة واحدة، أوكي. أنت عارف؟ لازم ناخد أجازة، أنت عندك حق، هناخد أجازة، يلا نجرب. بجد؟ أيوة. أوكي يلا، عشاني كويس. أوكي. جي فين؟ الجحيم. الجحيم ده مكان؟ في ميتشيغان. أيوة. يلا. يا بنت المجنونة. جي فين المرة دي؟ جي في الفراغ أهو، رشق في الصحراء. وسع. أنت محتاج نظارة. إلى فيجاس. وإحنا هنعمل إيه في فيجاس؟ مش ممكن، مش هتصدق ممكن تنبسط إزاي هناك. خلاص نروح فيجاس. ما عندناش تمن الطيارة، بس هسأل على الأوتوبيسات بكام. أكاش نروح بالعربية؟ بلاش. أوكي. Hey!
بيني چل لگی ہے اب ہمارے دھیمی بینی کھلنے لگی ہے آج راہ رنگنے لگے ہیں منزل بچانے کے بازارے جیسے آسمان کے چیٹے پڑے ہو پنکھے ستارے دھیمی دھیمی روشنی سی بہ رہی ہے لك حاجة؟ أنت كويسة؟ آه ها؟ كويسة آه أنا آسف آه هشوف العربية خليك أنت إيه؟ أنا هشوف استني بتضحكي على إيه؟ أنا؟ لا مفيش ولا حاجة طب يلا دوري العربية عربيتي انت كويسه يا حبيبتي يا جميله اخلصي بقى قولي لي عمل فيكي ايه الوحش ده قولي لي يا دي جنان انزلي هات لها حاجه ساقعه احسن اوكي هشغلها يلا برافو عليكي في ايه انت بترشي بيروسول عايزة تواليت صعب اليافطة بتقول اقرب تواليت على بعد 30 ميل ايه؟ ما اقدرش استنى كل ده اسمعي ما اقدرش اوقف العربية في الصحراء مش متأكد هتدور تاني ولا لا امسكي نفسك شوية انا ما اقدرش يا اكاش مش انتي قلتيلي لا في المية؟ وانا ما قلتش اني اعملها في العربية ايه ده؟ بتنتقم مني؟ غلستي عليا في المية فهغلس هنا؟ محتاجة تواليت دلوقتي خلاص طيب غن ما ينفعش هنا يا أكاش ما فيش ولا شجرة واحدة شوف مكان تاني أنا زهقت قدامك ثلاث حلول يا تنزلي تعمليها هنا يا تستني نص ساعة يا تستني أزرع لك شجرة ولما تطلع تعمليها طيب أكاش نعم في تعابين هنا؟ لا مفيش حاجة ممكن تيجي هنا وانت تعرف ازاي؟ الجو حر والتعابين بتفكر مش بتتلوى وخلاص اسمع لو سمحت تعالى معايا ولما هو تعالى معايا روحتي هناك اصلا ليه؟ ما تيجي انتي يو تعالى وخلاص زهقت يلا يلا اقف هنا من فضلك لف وغمض عينيك ارجوك غمض عينيك جامد
ما انا مديكي ظهري اغمض عينيا ليه؟ غمضها وما تقوحش. حاضر. سد ودانك كمان. نعم؟ سد ودانك وتخيل مكان تاني، انا مكسوفة يا اكاش. طيب طيب، قفلت وداني وسديت عينيا وخلاص. اتفضلي. حرامية! استنوا! يا حرامية! يا حرامية استنوا! سارة أبلاش! استنوا يا حرامية! حرامية! كابتن يا حرامي! كابتن! يا حرامي! مش ممكن! سارة أبلاش! أحمر! أنت وقفت ليه؟ ها؟ خلاص سبتها لهم؟ اجري الحقها! أنت مجنون، أجري إزاي يعني الحق؟ يعني سيب لهم العربية ونموت هنا! بلاش! أكاش. إيه؟ تعال بس. ليه؟ عربية الحرامي؟ أيوة، وبلاش. أوه بلاش يا حبيبتي. استني. إيه؟ راح فين؟ هجيب المفتاح منهم. على كده بقى أنت عندك خطة؟ أصلي ما أقدرش أخش مكان مشبوه. آه طبعاً، عمرك ما هتخش، ما أنت جبان. استنى هنا وأنا هجيب المفتاح. اجي على فين؟ هم هم دول. طب هيحصل ايه لو عرفونا؟ ما تخافش، وشك كان اسود. شكرا. العفو. كيارا، مش لازم نعمل اللي في دماغك، انا بصراحه مش مطمن، لازم نفكر في خطه تانيه. مين قالك اني هعمل حاجه؟ ناقص 5 ثواني. جاهز. انا مش هعمل حاجة، انت اللي هتعمل. يلا يلا ادخل. بالتوفيق يا معلم. ايه ده؟ يلا يلا ارقص ارقص. حاضر. Give me your D, give me your I, give me your S, give me your C. Oh.
ابوس ايدك سيبني امشي. مستحيل. انا ماليش خالص في الحاجات دي صدقني. ما تقلقش هكون حنين معاك. اشرح لك ازاي بس؟ انا ما عملتش حاجه قبل كده اصلا. بطل رغي. ارجوك انا اصلا هنعيط زي البنات. ارجوك سيبني من يا عشان خاطر. انت خايف ليه؟ ما عندكش اخوات صبيان؟ حرام عليك انا مش الحاجات دي. انا راجل صدقني انا راجل. انا مش بتاع انت اللي نادي بقى. انت رايح فين؟ لا أيوة. اوض لا عشان خاطر اوض. لا ما بخشش اوض. ارجوك بلاش. مين؟ روم سيرفيس. روم سيرفيس؟ أنا ما طلبتش حاجة. في حد طلب تلج من الأوضة دي دلوقتي. تلج؟ أنا ما طلبتش تلج. مين عايز إيه؟ تلج. طلبت تلج؟ أيوة طلبت. خشي حطيه على الترابيزة. حاضر. بتعمل ايه؟ سكر حلوة الدنيا سكر. عارفة؟ ها؟ الحيوان ده لطيف خالص. حاجة لطيفة جدا. انا مبسوطة جدا عشانكو. شكرا. انت لطيف قوي. لا يا جون انت وعدتني. يعني لازم دلوقتي. وعدتني. ماشي. احلق كويس يا شقي. مش ممكن. انت عملت معاه ايه؟ هيحلق شعر صدره. قلت له ان انا ما بحبوش وبقرف. بجد؟ انت هتستهبلها بنت انتي. يلا بسرعة. اجري قبل ما اقوم. هيتنيلي توقفي. استني بقى ما توتريهاش. ابوس كلك ساكت اتحركي. ابوس شكمانك اتحركي. ضهري. استنى لحلاك. قلبي وشعر صدري مقبلين عليك. دول لسه بيجروا ورانا. فلتني. كان منظرك تحفة. بتضحكي؟ افرضي كان عمل فيا حاجة كنت هواجه المجتمع ازاي انا؟ انت كنت هتحقق امنيتك الاخيرة. وأنا أسفة. أسفة أني زعقت لك وتعصبت عليك مع إن أنا الغلطانة. وشكراً على وجودك معايا. إيه؟ أنت ضميرك صحي فجأة ولا إيه؟ قولي هننزل في أنهي أوتيل؟ MGM، فينيشيان ولا بلاجو؟ كل اللي معانا $50 بس. النزول في أماكن فقيرة مش عيب. وإحنا مش محتاجين فندق شيك. نجمة واحدة كفاية قوي. هابي إند.
ده اللي حلمت بيه، اني اجي ازور فيجاس وانزل هنا. شكرا يا اكاش. لسه مش عارف افرق بين كلامك الجد والتهريج على فكرة. صراصير. اوه يلا بينا، مش هقدر اقعد هنا ولا دقيقة. انا هروح الكازينو العب قمار و هحجز في فينيشن. هعشيك النهاردة في جناحنا هناك، وعد. كان في معجون، على فكرة ممكن تيجي من غير قميص، شكلك أحلى. يلا باركلي.
تخيل اخيرا لقيت الراجل المناسب ليا. حقيقي بالسرعه دي قابلته في الطياره؟ ده تسرع. الحب كده بيجي فجاه ما تدورش عليه. اوكي يلا في حفله كبيره قوي فوق. يلا أخيرا جيتي؟ شكلك سكرانة. إيه قوة الملاحظة دي؟ عارف يا أكاش؟ لو ما عرفكش كويس كنت قلت إنك غيران وعشان كده مشيت. بس أنت كنت غيران فعلا. قولي ليه؟ عشان كنت مبسوطة قوي وعمال أرقص، ولا عشان كنت مبسوطة من غيرك؟ لو كنت مبسوطة قوي كده إيه اللي جابك؟ ليه دايما واثق من نفسك؟ عاقل جدا ومش عايز تغلط. يلا ننام هنمشي بدري، لسه الليل طويل. ليه دايما بتهرب مني؟ ليه مش عايز تتغير ابدا؟ مش وقت هزار دلوقتي. بس انا ما قلتش اني بهزر. صباح الخير.
قهوتك بلبن خالي الدسم. في ايه يا كيارا؟ مالك في ايه؟ انا ما حسيتش بنفسي امبارح، انا كده بخون كونال صح؟ انا تعبانه، حاسه بتأنيب الضمير. اقول لك حاجه، انا ما عملتش حاجه يوميها، سبت الكافيه مع الراجل، لكن انا اسفه، ما اقدرش اعمل كده. اكاش انا ما اقدرش اعمل كده في كونال، انا تخيلت حياتي معاه مش مع حد تاني. يمكن يكون كونال في حياتي هو الحب، الحب اللي مش ممكن ينتهي. وبرضو احنا ما عملناش اي حاجة امبارح. مفيش حاجة حصلت، ما حصلش بينا اي حاجة. بلبن خالي الدسم. بحبه كامل الدسم. اسمها شكرا. شكرا. يلا الطريق طويل. लगिया बारिशों आते सुखे सुखे सपने भी पिज गए, नैना लगिया बारिशों रोवे पल काली कोने विच नींद मेरी, काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया, फिर क्यों ते मुझे रुला दिया, काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं,
احنا بنعمل ايه هنا بالظبط؟ اكاش مش عايز تقولي حاجه؟ احنا مش كنا راجعين لوحدك؟ انتي بس. انت بتقول ايه؟ انا كنت واقف فوق الكوبري ليه؟ ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ لان كل واحد فينا خسر حاجه، حاجه كان بيحبها. فكري يا كيارا، اتقابلنا على الكوبري وبدات قصتنا من هناك، مش هتنتهي فوق الكوبري. حاولنا نموت كتير وكل مره كنا بنفشل، كان فرصه اديناها للموت. خمسه؟ طب والحياه؟ كم مره حاولنا فيها نحل مشاكلنا او حتى نواجهها؟ ولا مره. ونقول الحياه ظلمه. انا اتعلمت حاجات كتير في الايام اللي فاتت، مهما كترت اسباب الرغبه في الموت محتاجه سبب واحد تعيشي عشانه. وانا لقيت لك سبب يا كيارا، سبب ومهم كمان. كونال، كل شيء ممكن يرجع زي الاول، بس اديله فرصه. انتي لسه بتحبيه يا كيارا. انت بتعمل كده لسبب واحد بس، ان انا ما قدرتش احبك. انت مش قادر تقبل ان حد يرفضك. انا ماليش علاقه يا كيارا. يا سلام، فجاه كده اتغيرت، بدات تفكر في حد غيرك؟ معقول؟ ايوه دلوقتي فعلا بدات افكر في غيري. انا ما قلتش ان كونال ما غلطش، بس كلنا بشر وبنغلط. ممكن تحبي حد بشكل وقتي وتعملي معاه علاقه عابره، ده كان ممكن يحصل امبارح. صدقيني يا كيارا، ارجعي له. انت عارفه ان سعادتك هتكون معاه. كل شيء ممكن يرجع زي زمان، لما كنت بتحس انك اكتر واحده محظوظه في الدنيا، لكن مع تغيير بسيط، ان كونال دلوقتي هو اللي محظوظ. مع السلامة يا كيارا. أنا آسفة يا أكاش على كل اللي قلته في لحظة غضب، أنا ما كنتش أقصد. طب ممكن تاخد بلاش معاك؟ مرسي، ما بتسمعش كلام حد غيرك. هتسمع كلامك دلوقتي. ازاي اقدر اطمن عليك؟ اكلمك ازاي وفين؟ ما تتعبيش نفسك انتي، انا اللي هكلمك. اكاش، जिसे जुड़ा था ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा।
काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। ओ मिश मुमकिन आकाश, देवी तालब बसरा। इज़ेक انت رحت فين؟ كلنا كنا قلقانين عليك. هو مين اللي جه؟ روهان لم لعبك لو سمحت. شفت مين اللي جالنا؟ أكاش وحشتني، رحت فين ها؟ بجد قلقنا عليك قوي. هات يا عم، انت فكرت تكلمني حتى؟ بطل تهريج، يلا تعالى خش. كيارا ازيك؟ ازيك؟ انا تعالي من فضلك، تعالي خشي. لا لازم امشي. كيارا تعالي. لسه زي ما انتي. بايا كونال. بتهيالي لسه بيتك في طريق مطعمي، من فضلك خلينا أوصلك. أنا آسف يا ديفن، سابنا. أنا اللي غلطان، أنا تسرعت في تصرفاتي. أكاش في الأوقات الكويسة كلنا كسبنا كتير بسببك، كنت العقل المدبر. يا ديفن يلا بقى اشرح له، هو أنت ليه ساكت من ساعة ما قعدنا؟ أصل دي مش عادتك يعني. ايه كلامي غلط؟ بتضحك ليه؟ ولا حاجة. ها؟ فكرتيني بواحدة. واحدة؟ هو انت اخيرا عرفت واحدة مين دي؟ سابنا ارجوك كفاية. عندنا مشاكل وانت زي باقي الستات ما بتفكريش غير في الحب. اكاش كنا عايزين نقولك اننا قررنا نرجع الهند. ليه؟ ومتهيألي لازم ترجع معانا الهند. ديفن انت احسن شخص ممكن يعمل مشاريع، ابدأ من تاني. اكاش ديفن صح، انتوا فعلا مخلوقين لبعض. في الشغل بس. هتمشوا امتى؟ 31 ديسمبر. في اليوم ده التذاكر رخيصة. ايوه موافق. ايه؟ موافق. أنا آسف جدا يا كيارا، أنا بجد ندمان. ممكن نحاول نبدأ من تاني؟ أرجوك اديني فرصة تانية. كأصحاب؟ أصحاب. Thank you.
بابا أنا أكاش. زي القمر يا بيستو. شكرا، انت كمان جميلة. شكرا. واضح انه بيحبك بجد. أيوة، بس هو مش محظوظ زي كونال. بتتكلمي عن مين بالظبط؟ يلا يا بنات. في راس السنة، ليلة راس السنة، الساعة 12 هننط من فوق الكوبري. بصوا يا جماعة. أيوة. نعم. أيوة. بيستو ونيكل، أول فرح في شلتنا. أنا بتمنى لكم جواز سعيد وطويل، ولو أي حد عنده اعتراض يقول. أكيد طبعاً. في صحة العروسين. في صحتهم. في صحتكم. أيوة، ألف مبروك. مبروك. عقبالك. وأنت بقى مش ناوي تعملها ولا إيه؟ آه طبعاً. لأ؟ ما أنا عارف. اعملها أنت الأول. معك حق فعلاً. هو أنت مؤمن بالقدر؟
القهوة بتاعتك بلبن خالي الدسم. بلبن خالي الدسم. هو مين؟ قوليلي. أنا متأكد إن المرة دي خسرتك للأبد، بس المرة دي أنا مش غلطان، صح؟ معك حق. مين؟ يلا قوليلي. كونال. ما أعتقدش إن اسمه كونال. مش عارفة أقولك إيه، صدقني أنا أعرفه من 20 يوم، مش أكتر من كده. بس مش عارفة تنسي؟ آه. واحتمال ما شوفوش تاني. أنا حتى ما أعرفش مكانه، ولا حتى هو ساكن فين. ما أعرفش رقم تليفونه. بس كل اللي أعرفه إننا كنا هنتقابل في نيويورك النهاردة. معقول؟ أيوة. روحيله. أكيد مش هلاقي. أنتي ليه بتقولي كده؟ لأن صح يا بيستو، أنا مش متأكدة، ممكن يروح هناك. أنا ما فكرتش في ده. تفتكري هيروح؟ أيوة. إزاي أقدر أوصل قبل الساعة 12؟ هي الساعة كام؟ الساعة 1. وفرق توقيت قد إيه؟ تقريباً 3 ساعات. في طيارة بتطلع كل ساعة. فعلاً؟ ممكن أوصلك. بس يا كونال، دي فايدة الصحاب. بجد أنا فرحانة بيكم قوي. يلا الحق الطيارة، يلا اجري بسرعة، ده أمر. يلا يلا ماشي، يلا باي. اتحركي. قول باي باي للبيت. باي باي يا بيتنا. يلا أكاش، فاضل ساعة الساعة 12، على أقل روح شوفها هناك ولا لأ. زمانها مع كونال وسعيدة بحياتها. بسرعة لو سمحت. जाए यू आज फिर गले, मैं भी तो तेरी
هتتجوزي؟ ليه؟ انت هتتقدم لي؟ ليك انتي؟ انتي نسيتي؟ انا مش معجب بيكي على فكرة. فاهمة؟ اوه، المفروض يعني ان انا انبسط انك مش معجب بيا، بس ده مش معناه اني عايزاك تعجب بيا اصلا. انا مش محتاجة انك تعجب بيا، فاهم قصدي؟ بتعملي ايه هنا؟ وإيه الحلاوة دي؟ أصلي عملت شعري. أنت عارفة إننا هننط في المية؟ ومتهيألي ده هيبوظ لك شعرك. يمكن برضو. أنت عارفة إن النط من هنا بالظبط زي النط من الدور المية؟ يعني هننزل ميتين. طيب مفيش حل تاني؟ يعني في حل تاني بس رومانسي شوية، بدل ما ننط ننزل من هنا. مش ممكن، تلج، المية تلج. خشي وما تخافيش، مش هتحسي بحاجة. في الحقيقة أنا مبسوط إني عرفتك. وأنا كمان. ميلو، تلك تلك، شايفة القمر جميل ازاي؟ مالك بتتكلم بطريقة غريبة بجد؟ أيوة، بص يا أكاش، بص إيه؟ دي الإزازة بتاعتنا. فين؟ هناك. أكيد مش بتاعتنا طبعا. استنى هروح أجيبها. وسع. استنى كيارا، أجيبها. كيارا قربت. أي بص، أنت كويس؟ كويس؟ أوكي. أيوة، هي مش الإزازة بتاعتنا بس فيها جواب، شايفه؟ حبيبتي، حاولنا ننتحر 5 مرات وفشلنا، وفي الحقيقة كانت تجربة حلوة. تخيلي كان الموضوع هيبقى أجمل لو قررنا نعيش سوا. مش عايزة انتحر، عايزة أعيش معاكي يا كيارا طول عمري وللأبد لغاية لما أموت. أكاش، معقول؟ أكاش، إيه ده؟ مش ممكن، ده خاتم، جي منين ده؟ ظريف، جبته منين؟ كيارا أنا كنت عايزة أتقدم لك. ما مش ممكن، أسفة، كمل. كيارا توافقت؟ مين دول؟ مش معقول، أنتوا تاني؟ الخاتم. الخاتم ده وقع تحت. يلا بسرعة البسوا العوامة. الخاتم. كابتن ممكن توطلنا النور شوية؟ عايزين بس نعيش اللحظة. يوه،
يا أكاش فداك. كيارا كيارا انت فين كيارا؟ ايوه انا موافقة. ايوه بجد؟ ايوه انا موافقة بجد طبعا. ولقيتي الخاتم؟ ايوه وعايزة اتجوزك يا أكاش. طب يلا البسيه. انت غبي، المفروض ان انت اللي تلبسهولي مش انا اللي البسه لوحدي. نسيت. هاتي أيوة. هاتي صوابعك تخينة. لا مش تخينة، بس بتورم شوية لما اكون بردانة. طب البسيه في الصغير. حلو، امنيتك اتحققت بس لسه مش كلها. انا بحبك يا كيارا. بحبك اكتر. انتوا هتنتحروا ولا هتبوسوا؟ لا احنا هنتجوز. مش ممكن، ده اوحش من الانتحار. تو نہ جانے آس پاس ہے خدا، تو نہ جانے آس پاس ہے خدا، تو نہ جانے آس پاس ہے خدا، تو نہ جانے آس پاس ہے خدا. जहां को भी रंग दे कि चलता हूं मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा उस दर पे, फिर होगी तेरी सुबह. तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है. निशान बस एक वो मिटता नहीं है.